العناوين. الملف اللبناني بين بلينكين ولودريان ويحضر أيضا في الفاتيكان. الكتائب عشية إطلاق حملتها الانتخابية، التغيير آت. تحالف المافيا والميليشيا يجب من الجهر ضربة قوية في هذه الانتخابية. القرم يزف الزيادة على الاتصالات. معدل الزودي رح يكون كأنه عملنا 3900 دولار. اختلاس في منشآت النفط في الزهران. قرب فصل الشتاء والبرد، ما إلكن إلا شركة عادل بو حبيب وشركاه الاختصاصيين والأوائل بموضوع التدفئة والشوفاج من أكثر من 50 سنة، وكلاء حصريين لأهم وأجود الشركات بمجال التدفئة والطاقة الشمسية والتبريد، وأهم ماركة دو ديتريش الفرنسية مع ضمان التوفير لغاية 30% بالمزود والغاز والكهرباء. شركة عادل بو حبيب وشركاه رائدي بمجال التدفئة الأرضية فلور هيتينج، وهي وكيلة ماركة هينكو البلجيكية الأولى بأوروبا. الأسعار مدروسة والصيانة بعد البيع متوفرة. شركة عادل بو حبيب وشركاه، جديدة المتن، نهر الموت مقابل جسر السيتي مول. تليفون 01-87-00-87-01-87-00-82 أو 94. يبقى ترقب سيد الموقف بعد عراضة حزب الله جنوبا فيما تقدم الملف اللبناني دوليا، وحضر بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ، كما حضر في الفاتيكان في لقاء البابا فرانسيس وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي. داخليا، الأنظار تتجه إلى الجلسة التشريعية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وعلى جدول أعمالها مجموعة من مشاريع القوانين الإصلاحية، أبرزها مشروع قانون المنافسة ومشروع قانون استقلالية القضاء، فيما يخشى أن تتحول إلى حلبة للنقاش الانتخابي مع سعي البعض إلى إدخال تعديلات على القانون. حزب الكتائب يتحضر للانتخابات ويطلق غدا حملته في الفورم دي بيروت، وقد دعا الأمين العام للحزب سيرج داغر عبر اليوم السابع إلى توجيه ضربة لتحالف المافيا والميليشيا. نحن طبعا بدنا كتلة حزبية، إنما بدنا كتلة كمان صديقة للكتائب، وبدنا تكتل كبير معارض قادر يلعب دوره بالكامل بمجلس النواب، وفي تعدد مناطقي والتوجهات السياسية والحسنية مدني كما أقول عبر الطوائف، لأن ما بقى نحكي بكلمة الطوائف. تجمع مدني قادر يخوض معركة موحدة بوجه شيئين، بوجه من يضرب السيادة يعني حزب الله، وبوجه المافيا اللي هي كانت مستفيدة من حزب الله لتاخد وزارات ومراكز وغيره. فإذا تحالف المافيا والميليشيا يجب نوجه له ضربة قوية في هذه الانتخابات، وهذا ما نعمل عليه يوميا. الوزير السابق رشيد درباس رأى في احتمال ترشح رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة للانتخابات استمرارا لمسيرة تيار المستقبل، وقال اليوم السابع أيضا: ما أعرفه أن الرئيس السنيورة فور تعليق الرئيس الحريري لنشاطه السياسي أي في اليوم التالي غرد فقال: أخي سعد، نحن معك رغم قرارك، نحن معك رغما عنهم. وبعد ذلك لم يكل ولم يأل جهدا بحركته مع رؤساء الحكومة، مع الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس سلام سلام، ومع المرجعية الدينية ومع مرجعيات العائلية ومع الجمعيات في بيروت وخارج بيروت. وأعتقد أنه الآن بصدد الإعداد لإعلان موقف كبير في هذا الاتجاه. لست أدري إذا كان ترشيحا، ولكنه تأكيد على الاستمرار. النائب المستقيل نعمة فرام شدد على أن الوصول إلى المجلس النيابي في معارضة موحدة سيحدث فرقا على مستوى تشريع القوانين وتقديم مشاريع جديدة لتفعيل إنتاجية الدولة ومواكبتها للتطور التكنولوجي. حياتيا، زيادة في تعريفة الاتصالات زفها الوزير جوني القرم عبر صوت لبنان. بالنسبة للتسعيرة الجديدة تقريبا صارت منفية بالوزارة وبأجيره،
يعني المرسوم اللي بيتقدم لمجلس الوزراء مفروض الأسبوع الجاي يكون صار خالص وجاهز. معدل الزودة رح يكون كأنه عملنا 3900 دولار، إنما أكيد رح يكون في بيئات بتكلف أقل. بالنسبة للخليوي، خليوي وضعه أصعب. الفكرة الأساسية اللي عم نتوجه لها هلأ بالوقت الحاضر إنه نحنا إذا بترجع لأسعار 2018 اللي كانت بالفريش دولارز، الفكرة إنه نخفض هالأسعار بنسبة الثلثين. يعني إذا كانت الفاتورة 100 دولار بتصير 33 دولار إذا بدك تعمل مقارنة مع أسعار 2018. إنما هال33 دولار بيصيروا أسعار صيرفة. النائب قاسم هاشم شدد عبر البرنامج عينه أو عبر برنامج اليوم السابع على وجوب ألا تكون الموازنة على حساب المواطن. كل كتلة وكل نائب سيتخذ الموقف الذي ينبع من قناعاته في كيفية مقاربة هذه الموازنة، وأن تكون متوازنة توازنا حقيقيا بين إمكانية تأمين الواردات وقدرات المواطن، لا أكثر ولا أقل. لا يمكن أن نؤمن واردات على حساب المواطن في الوقت الذي يأن فيه المواطن من عدم قدرته على تحمل. وفيما الدولة منهوبة وتلجأ إلى جيب المواطن لسد عجزها، باشرت القوى الأمنية في الجنوب بالتحقيق في شبهة سرقة 300 ألف دولار من منشآت النفط في الزهراني. مدير المنشآت زياد الزين أشار إلى أنه منذ أشهر عدة أصدر وزير الطاقة قراراً قضى بدفع ثمن المحروقات في أحد المصارف، حيث فرض المصرف عمولة 1% على الشركات، فاستغل الموظف علاقته مع الشركات وقام بطريقة احتيالية بإقناعها بدفع المبلغ كاش من دون دفع عمولة. إدارة منشآت النفط في الزهراني أوضحت من جهتها أن أحد المستخدمين المتعاقدين في دائرة المالية والمحاسبة من غير رتبة قيادية قام بتحصيل المستحقات من الشركات مباشرة ومن خلال اللقاء بهم خارج نطاق جغرافية المنشآت، وغادر على الفور إلى تركيا. وأشارت إلى أن دائرة المالية والمحاسبة أعادت إجراء عمليات مطابقة لجميع الحسابات ولكل الشركات التي يتجاوز عددها 140 شركة، واكتشفت عملية الاختلاس، مؤكدة أن الأمر لم يتجاوز 4 شركات فقط، مما اضطر صاحب العلاقة إلى العودة فورا وطلب تسوية الملف، نافيا بشكل حاسم ضلوع أي شريك من داخل المؤسسة ومن أي دائرة. وأكدت إدارة منشآت النفط في الزهراني استرداد 140 ألف دولار عمليا، وأنها ستتابع جميع الإجراءات الكفيلة باسترداد المال العام ومحاسبة المرتكب أصولا، مع العلم أن عملية الاحتيال تمت خارج حرم المنشآت. وإلى تغريدة اليوم. غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلا إن خطة النهوض مع صندوق النقد الدولي تتوضح، وقد أوصى كبار المستشارين من الفريق اللبناني بتبني الليرة واستثمارها في شركات وطنية مثل كهرباء لبنان المثل الأعلى للنجاح. أقترح توظيف أموال المودعين في قطاع الطائرات المسيرة المصنوعة محليا أو صواريخ أو المتفجرات، ففيها مردود أفضل. انتقد العميد المتقاعد جورج نادر عبر اليوم السابع الصمت الرسمي عن أفعال حزب الله. الدولة سقطت ايه؟ من زمان، لما حط ايده علي حزب الله وما حدا حكي. يعني امبارح حزب الله بعت درون على إسرائيل ورجع، ما حدا حكي، ما شفنا مسؤول سياسي برر او حكي او وضح او قالنا شو فيه، ولا مسؤول امني ولا شيء ولا شيء، كانه عم تصير هيدي بكازاخستان، ما بتعنينا ابدا نهائيا. طيب يا عمي ما حدا فتح كمه، لك ما حدا حكي، صحابي ما سالت مسؤول، روحوا عند وزير الدفاع، روحوا عند وزير الداخلية، عند رئيس الجمهورية، عند رئيس حكومة، يا عمي احكوا لكم كلمة، لك احكوا لكم كلمة بس خبرونا شو عم بيصير. طيب يا عمي اذا انا اليوم بحمل مسدس غير مرخص فوت على الحبس بشلحوني اياه، بحطوا لي 3 شهور بالحبس، طيب كيف شخص عم بيقول لك انا عندي مصنع مسيرات؟ إطلاق النضال الوطني لتجمع الولاء للوطن وتشديد على استعادة دولة القانون والمؤسسات. مجد لين عيد.
استرداد سيادة الدولة وكرامة المواطن ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار وصولا إلى قيام دولة القانون والمؤسسات من خلال ترسيخ استقلالية القضاء واتخاذ ما يلزم لإجراء الانتخابات النيابية باعتبارها الأداة الحقيقية لكل تغيير ديمقراطي منشود أبرز عناوين النضال الوطني لتجمع الولاء للوطن الذي يضم عددا كبيرا من العسكريين المتقاعدين. المنسق العام للتجمع العميد الركن الطيار أندري أبو معشر دعا اللبنانيين ليكونوا شركاء في إبقاء شعلة ثورة 17 تشرين متقدة. الاحتكام إلى الدستور والالتزام بتطبيق كامل مواله، صون المصالح الوطنية ووضع الاستراتيجية الدفاعية التي تضمن سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصرية قرار السلم والحرب في يد الدولة، وحصر السلاح بتصرف قواها العسكرية والأمنية الشرعية، والقضاء على ظاهرة السلاح المتفلت والبؤر التي تقع خارج إطار السيطرة الأمنية لشرعية الدولة. العميد الركن الطيار بسام ياسين تطرق إلى قضية ترسيم الحدود. مطلوب مواقف واضحة، هيدا التجمع وغير تجمعات عندهم نخب قادر تعمل دراسات تؤيد أو تعارض موقف الوفد، وهيدا شغل مطلوب مثل أي محطة تانية، مثل محطة الانتخابات النيابية المقبلين عليها، والحديث عن تأجيلها لازم نتصدى لهذا التأجيل لأنه الحياة البرلمانية والحياة السياسية لا تكتمل إلا بانتخابات. وكانت كلمات لكل من العميد الركن منير بسجاني رئيس هيئة مكتب المجلس التقريري والعميد الركن مروان زاكي الرئيس السابق للهيئة التأسيسية أكدت أن خط استعادة السيادة والمناعة الداخلية من أولويات التجمع. مجدلين عيد، صوت لبنان. بالعودة إلى الملف الانتخابي، المهندس أديب عبد المسيح يعلن ترشحه عن منطقة الكورة، والتفاصيل لروع الرفاعي. من مسقط رأسيك فرح زير الكورة، أعلن المرشح عن المقعد الأرثوذكسي المهندس أديب عبد المسيح ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، متسلحا باستقلاليته وبخطه السيادي وأولى اهتماماته الحفاظ على حرية واستقلال لبنان. ومن مطعم الأوكتاغون محاطا بعائلته ورفاقه ومؤيديه، أكد عبد المسيح على دور المواطن الحر في الانتخابات المقبلة. حان الوقت لطي الصفحة ولخلع عباءات التبعية، حان الوقت لكي تختار الكورانية ويختار الكورانيين ممثلين حقيقيين عنه، ممثلين مستقلين فكرا ورأيا وقرارا، غير التابعين لأي حزب أو زعيم أو تيار. هذا الأوان ليختار أبن الكورة من يشاء من خارج الغرف السرية. أنا الأوان ليبقى كوراني واللبناني في أرضهم وليس على أبواب السفرات ومكاتب الهجرة. اليوم أدعوكم أن نبدأ فصلا جديدا في العمل الدستوري يختار فيه الناخب خادما للشعب ولا زعيما للوجاهة. عجلة الاستعداد للانتخابات النيابية انطلقت، فهل من حواجز وكيف ستتبلور صورة التحالفات في الأيام المقبلة؟ من الشمال روع رفاعي، صوت لبنان. بعد الفاصل صراع روسيا أوكرانيا. إلى أين ستصل الأمور بين عون وخصومه؟ ولماذا أقحام القضاء في وحول السياسة؟ وهل الانتخابات النيابية في أمان؟ الجواب مع النائب المستقيل مروان حميدي في كواليس الأحد 9:30 صباحاً، وفي إعادة 9:30 مساءً. أعداد وتقديم الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان. الصراع الروسي الأوكراني على أشده في ظل تطورات ميدانية متسارعة. تراس خوري. بدأت روسيا تدريبات نووية استراتيجية تتضمن إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة بإشراف الرئيس فلاديمير بوتين، وفي وقت أشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن بلاده تستعد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة، تؤكد الولايات المتحدة أن موسكو تخطط لغزو وشيك. إذ رأى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن روسيا أصبحت جاهزة عسكريا لشن هجوم على أوكرانيا، لافتا إلى أن الجيش الروسي تقدم إلى مواقع تسمح له بشن هجوم.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس هددت من جهتها بتعزيز قوات حلف الناتو في أوروبا الشرقية إذا غزت روسيا أوكرانيا، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية قاسية وفورية ضد موسكو. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشار من ناحيته إلى أن العقوبات التي ستفرضها بريطانيا على روسيا في حال هاجمت أوكرانيا ستجعل مستحيلا على موسكو الوصول إلى الأسواق المالية في لندن. المستشار الألماني أولاف شولتز حذر روسيا من أن أي انتهاك لسيادة أوكرانيا سيكون له ثمن كبير، واعتبر أن المبرر لحشد 100,000 جندي على حدود أوكرانيا لافتا إلى أن الحرب تهدد أوروبا مرة أخرى والمخاطر لم يتم تجنبها على الإطلاق. في المقابل دعا وزير الخارجية الصيني الغرب إلى احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا، وسأل عما إذا كان توسع حلف شمال الأطلسي شرقا سيضمن السلام. وتبادلت اليوم القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، فيما أعلن حرس الحدود الأوكراني عن تعرض معبر شاستيا لقصف بقذائف الهاون. إلى ذلك أعلنت وكالة تاس الروسية عن توتر الأوضاع في دونباس وتزايد القصف على طول خط التماس، وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن جنديا أوكرانيا قتل في دونباس وهو الثاني خلال 24 ساعة. على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان العلاقات الاستراتيجية والبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثيين. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل لاتفاق خلال المفاوضات الجارية في فيينا ممكن شرط احترام مطالب بلاده، في حين رأى مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه لا يمكن التكهن بموعد التوصل لاتفاق نهائي، واعتبر أن ما نقل عن دبلوماسيين أوروبيين حول اكتمال مسودة الاتفاق النهائي هذا الأسبوع مجرد تكهنات. يعقد اليونان وتركيا جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية في 22 من الحالي في أثينا في مسعى لحل خلافاتهما في البحر المتوسط. تباشر إثيوبيا غدا إنتاج الكهرباء من سد النهضة على نهر النيل، وأكد مسؤول في الحكومة الإثيوبية أن أول عملية توليد كهرباء من السد الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان ستبدأ غدا. لا تزال العاصفة يونيس تجتاح بريطانيا وشمال غربي أوروبا متسببة بعدد من الوفيات، وأدت الرياح التي بلغت سرعتها 200 كيلومترا أو كيلومترا في الساعة إلى دمار كبير على السواحل الممتدة من فرنسا إلى الدنمارك شمال أوروبا. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، ومن المحتمل أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء المقبل. الصفحة الأخيرة مع الرياضة. بجديد الأخبار، كشفت صحيفة ميرر البريطانية أنه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فتح ملف استقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جنب النجم ليونيل ميسي بالعام المقبل. وبالمصارعة أعلن اتحاد المصارعة WWE أن الأسطورة أندرتيكر رح يدخل قاعة مشاهير المصارعة عام 2022 بعطلة نهاية الأسبوع من راسلمانيا 38 بدالاس، ورح يجرى الحفل أمام الجماهير اللي غابت بسبب فيروس كورونا. إلى ذلك وضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم فاز فريق ألتشي على رايو فايكانو 2-1، وضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم تعادل فريق جوفنتوس مع تورينو 1-1، وضمن فعاليات الأسبوع 23 من البوندسليغا الألمانية فاز نادي ماينز على نادي باير ليفركوزن بنتيجة 3-2. كان في النشرة الملف اللبناني بين بلينكين ولودريان، ويحضر أيضا في الفاتيكان الكتائب عشية إطلاق حملتها الانتخابية التغيير آت.
تحالف المافيا والميليشيا بين موجهه لدرجة قوية في هذه الانتهاكات. القرم يزف زيادة على الاتصالات. معدل الزوجي رح يكون كأنه عملنا 3,900 دولار. اختلاس في منشآت النفط في الزهراني. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.